مدير الجزائرية للمياه وأربع موظفين أمام المحكمة لمواجهة خمس تهم في خنشلة. أمر قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة خنشلة بإحالة ملف مدير وحدة الجزائرية للمياه بالولاية للمحاكمة برفقة أربع موظفين عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بغرض التحصل على منافع غير مستحقة لنفسها أو لصالح شخص آخر، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، وجنحة التحرير العمدي لشهادات وإقرارات حسب وقائع غير صحيحة ماديا. بالنسبة لمدير الوحدة والمتهمين الأربعة معه، وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات عمومية عاد بها بحكم الوظيفة للمتهم الخامس. الجزائر الآن قالت بن غبريت تعلن عن سلسلة لقاءات مع نقابات خلال الأسبوع الجاري، وإن أعلنت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الأحد عن لقاءات مرتقبة ستجمعها خلال الأسبوع الجاري مع نقابات القطاع لدراسة مطالبها، معتبرة أن الحوار مع هذه النقابات لم يفشل. وقالت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش الندوة المخصصة لتقييم حصيلة الشراكة بين قطاعي التربية والثقافة أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة، مشيرة أن الوزارة ستعقد خلال الأسبوع الجاري عدة لقاءات مع النقابات. الجي 24 قالت الجزائر بوتفليقة يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية، وين وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يحدد المنطقة الاقتصادية الجزائرية الخالصة في عرض السواحل حسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وحسب المادة الأولى من المرسوم رقم 1896 والمؤرخ في 20 مارس 2018، فإن تعيين الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة تحسب انطلاقا من خطوط الأساس المحددة بموجب المرسوم 84-181 عن طريق الاحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديزية العالمية. مصدر ديزات قال وفاة خمس مصابين بالبحمرون بالواد، وإن أعلن أمس مدير الصحة لولاية الواد عن وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب بداء البحمرون، حيث أشار ذات المتحدث أن الطفل عانى من الداء مدة أسبوع. أن ولاية الواد عرفت إصابة العديد من الأطفال بهذا الداء، فقد بلغ العدد 5 وفيات لحد نهار أمس. سبق براس قالت زوتشي يدافع عن ماجر ويطالب بتركه يعمل في هدوء، وإن دافع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زوتشي على الناخب الوطني رباح ماجر مؤكدا أن الفاف تثق في الطاقم الفني لمراجعة الأخطاء السابقة. وقال زوتشي في تصريح للصحفيين أمس أن ماجر يملك الكفاءة لبناء الفريق وتحسين أدائه في المقابلات القادمة. مشاهدينا الكرام.